ولك بديع، سميرة راح تنكتل. حميد، ولك يا حميد، انطيني سكوب، يلا بسرعة بديع، انطيني سكوب. سوب؟ ولك شو تسوي بالسوب؟ مو هسه تغديت؟ ولك بديع، انت بس غطيلي وما عليك. يما حميد بردان، هاي فلاونزة، وفلاونزة الصيف تلعب النفس. يما عوفيني جاي العب، كل شي ما بيه. تعال يمي بديع تعال. لك اذا ما بيك شي ما تقوم تروح للشغل. صار يما بس اكمل اللعب واروح، دا العب ببجي. تبكي؟ ولك اني ما تبكي وليدي. يما ما تعوفيني، راح انكتل من ورا سميرة. عزن عزاك، ولك كم مرة قلتك عوفي؟ ولد عمها شرانيين، بس انت ما تاخذ الحكي. ولك بديع اريد دروب، هسه اريد دروب. حبوب؟ ما ليش الحبوب تريد وليدي؟ حميد اختل اختل. ولك وين يختل حميد؟ الجابة هذا الفقر. دير بالك حميد راح يجوك. ولك ايش بيك من يجي؟ اليوم انا وحدي اكسره. وين حميد؟ وينه؟ وين خاتل؟ اطلع زان تسلمه يلا. حميد انقذني بسرعة. ولك هو انا ايش قلت حتى يجي حميد ينقذك؟ حميد عافية راح انكتل. ولك اليوم اقطعك تقطع مو بس اقتلك. يما هاي ايش بيك راح تخسريني؟ لك سميرة احكي بسرعة، وين ختلت حميد؟ يما هاي ايش بيك؟ شي سوى حميد هنا؟ انا جاي العب ببجي ويا حميد. اهو جتي هاي البومه. ها عين حميد شلونك؟ هلا يا معوده، ايش جابك هنا؟ حميد مو جيت اخذ مسواق من السوق، وقلت مره اسلم عليك. اقول لك البارحه ليش ادزلك طلب بالببجي وترفضه؟ مو انا ما اعرف العب، قلت خاف يقتلوني واخسرك. من يقتلك يا روحي؟ انا وياك ويقتلوك اليوم انزل وياي وشوف ايش راح اسوي لك بيهم. غير يقعد مراد على مدار. لا ما اقدر، اليوم عندي شغل بالليل. يا معود الشغل ما يخلص، ضيفني وخلينا نلعب. ولد شلبتي، قلت لك ما العب يعني ما العب. انتو البنات ايش جابكم على الببجي؟ بكل شي لاحقينه؟ يصير هسه انا اصبغ اظافري؟ خشم تشنس كوب 8. يلا عيني يلا، شو انت الولد مو قمت تخلون خبطات وتصبغون شعركم؟ شو احنا ما حكينا؟ طبعا هذا حميد ولا يستحي. ليش شبيه؟ ولا عبالك احنا اصدقاء وعشرة عمر. شكو ردت من عنده دين ومنطق؟ لا يا معود مو هيك. لعد قصفك بالفيسبوك مو؟ لا يا معود. لعد تعاركت وعافك؟ لا يا معود، بس تصوبت بالبوبجي، عافنا على مود ينقذ سميرة. اوه يا طلبت البوبجي ما تخلص. صدق سميع، انت ليش ما تلعب ببجي؟ شلعب ولك ما تفيدني، هاي تاخذ كل وقتي. ليش بالله انت وقتك وين مخصص؟ هسه اللي اسمعك يقول قاضيه كلها قرايه وكتابه بحوث. لا يا معود، انا العب سبوي. حيل انت رقد قديم. مو هاي ما بيها تفكير، بس اركض وقمز. الله يساعدك حميد. لا ارجع، تقدم. روح علي منا. حميد ايش بيك ترى خبرتني؟ هلا ابو شوارب، مو يمك، دا العب ببجي. تصب لي طاسة تبلة بوقت ببجي هسه؟ صب روحك هسه، انت ما تعرف. عالج رقم 3. حميد خاف احترق. ولك كان بوشنكي وما خايف، وانت من الجدر خايف؟ ايش بيك جبان؟ لا عيني اسوي كل شيء ولا اتقرب للنار. يا نار ولك، طاف الجدر. يا طاف يا معود، انا واقف هنا واحتريت، خاف العربانة حميانة. شنو هي عربانة لو بي ام؟ ابو شوارب خليني اعرف العب. لك حميد العربانة تشوي، صار لك ايش قد مشغل النار عليها؟ ولك انا ناسي النار مشتغلة، هس اكيد اللبلبي ناشف. ولك انت مخبلتك هاي الببجي. بالله هسه هاي وقتها، تعال خلي اصب لك. شو تصب لي ولك هسه اللبلبي صاير حصر؟ هو انا اكل لبلبي على مود المي، خلي تفيدك بوشنكي. والله يا ابو صويلي حاني مليت من حميد. ليش ايش عجب ابو حميد؟ الولد خوش ولد. حج رحمة لوالديك، الليل كله سهران ويلعب لعبة هاي اللي اسمها ببجي، والنهار كله نايم. يا حج شو تريد مني؟ ما دام ما بيأذي على احد عوفه. حج النوب قام يطلع ساعة واحدة للشغل، ومن يرجع بكل عين صلفة يقول ما مستفتح. لا اذا هي تحكي وياه وفهمه، لان هذا باب رزقه. شو وقت فهمه حجي؟ هو شو وقت ما اشوفه يصيح عالجوني تصوبت. حجي خاف التيم مالته مو زين. يا تيم ابو صوالح، انا شو مفهمني بذن السوالف؟ الو هلا ابو سبتي. لا انا جاهز. ابو سحر ويانا؟ لا تعوفني هسه، ثواني واجيكم. شبيك حجي؟ خو ماكو شي. والله يا حجي تيم مالتي بالبوبجي راح ينزلون، وما ينزلون بدوني. من رخصتك ابو حميد انا اقوم اروح. عبالي رايح تحلك طلابة، تزور لك مريض، رايح تلعب ببجي؟ سخونة تلفكي والله، ما تستحي على شيباتك. يا
بس أميرة ترى أنت مفتهمة الموضوع غلط. لا حميد، أنا من البداية قلبي لعب. هسه غير تفهمين إيش مسوي. كل ما أحكي وياك ما جاوب، بعدين تقولي كنت ألعب ببجي. إي صحيح، شنو قابل دا تكذب عليك؟ أنا ما ضايجة لأن ما تجاوب. لعب ضايجة لأن ألعب؟ لا، لأن ما تنزلني في التيم وتنزل وحدة سعودية. ولد شنو ما أنزلك؟ البارحة مو لعبت أنا وياك، وبعدين منين عرفتي هاي السعودية؟ هي مبينة اللي ما ينزل حبيبته ينزل ويا وحدة سعودية. ولد سميرة هذا الشك عابر للقارات، يعني إذا ما لقيت وحدة سعودية أقعد ما ألعب؟ لعد أنطيني سبب يخليك ما تنزلني وياك. يابا إلا أقول لك أنت ما تعرفين تلعبين، كل ما أنزلك وياي أخلص اللعبة كلها أعالج بيك وأنكتل، وجماعتي يبقون يضحكون علي. اقول لكم انا بعد ما انزل وحتى اللعبه مسحتها. ليش ولك؟ مو انت خوش لاعب. ابويا منعني منها، قال اذا اشوفك تلعبها النوب اكسر الجهاز على راسك. خاف بسبب المدرسه، لان ابن خالتي رسب بالسادس بسببها. لك انت غبي، هو احنا مبطلين من المدرسه بعد. اكيد بسبب حالات الطلاق صارت بسببها. لك اليوم سمعت واحد مطلق مرته من ورا البوبجي. لك سميع، وانا شنو علاقتي؟ قابل انا متزوج. ولك سميع دنطي مجال خليه يحكي، سولف بديع، ليش بعد ما تلعب؟ مو انا واخويا ننزل بنفس التيم وتصوب ومع وتكافشت انا وياه وجا ابويا وشبعنا كتل اثنين. ولك هو ينلام بيك، اذا اخوك متعالج لعد من تعالج. هاي شكو حجية من العرس؟ دباوع على التلفزيون حجي، يقولون منعوا البوبجي. القرار الذي جمع حشود البرلمانيين وحظي بتصويت الأغلبية المطلقة أثار سخط بعض الشباب وتسبب بعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل. حجي يقولون منعوها لأن ملهي الشباب. لا يابا، منعوها لأن تشجع على العنف. يعني شنو حجي؟ يعني تعلم الشباب على الحرب والقتال. ليش هم الشباب شنو كانوا طالعين سفرة سياحية غير كانوا بالحرب؟ مو بعد ماكو حرب وعركات يومية، كل شي انتهى. هذا بس حجي. ولد شنو حجي؟ هي الدولة تريد تسيطر على كل شيء، بعد كم يوم حتى سلاح بعد ما يخلوه بيد الناس ياخذون السلاح. واذا فاز المنتخب حجي شو نسوي؟ نطش تكليت؟ اي هذا احسن قرار والله. ليش بالله احسن قرار؟ لان الناس كلها هيك تقول. يعني شو يقولون الناس؟ انت تقول. لك سميع انت منين تجيب هالافكار؟ لا بديع، هي صدق تسوي مشاكل. وانت ايش مدري تسوي مشاكل اذا انت اصلا ما تلعبها؟ لعد انت مو تخاربت ويا اخوك من وراها؟ شو تخاربت يا معود؟ البارحه هم نزلت وياه بنفس التيم. لك هسه من خلي النرجيله براسك، احد يقول لي ليش؟ لعد طلع صحيح، هاي البوبجي شجع على العنف. وشلون عرفت يا عبقري؟ هسه انت مو تريد تضربني بالنرجيله من وراها؟ ولك انا اريد اضربك بسبب غبائك. البوبجي عليها. يابا يعني انت مقتنع بهذا الحكي؟ ولك ليش ما اقتنع؟ انت شايف نفسك صاير تمشي وتصيح تصوبت. اي بس مو يلغوها، لعد تريد تبقى ليل ونهار تحارب. احنا ما صدقنا نخلص من الحرب. يابا هي لعبة شو تأثر؟ بس انا اقول لك اكو ناس سوتها بلا ملح، الموظف يلعب والشرطي يلعب، ويا ريت يلعبون شوية. 24 ساعة لازمين موبايلاتهم. ليش احنا شنو اللي ما سوينا بلا ملح؟ اي بس هذا هم مو عذر. لا مو هم لغوها لان تحرض على العنف مثل ما قالوا بالتلفزيون. يا بليش ياهو الاكثر يحرض على العنف؟ هي لو كعبور. كعبور طبعا. هي لو ابو شوارب. ابو شوارب ها هي، لا تخليه يحضرون كعبور وابو شوارب ويرجعون لنا الببجي.